أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وآخر حواراتنا لهذا الصباح لهذا اليوم يوم عيد العمال. والحقيقة آخر حواراتنا وموضوعه ما بينفصلش عن المناسبة اللي بنحتفل بيها اليوم وهو عيد العمال. الحقيقة بنتكلم في إطار أيضا يعني إعلاء قيمة العمل مهما كانت الظروف، زي ما تابعنا من لحظات في المعلومات اللي تابعناها مع حضراتكم في هذا الفاصل. كانت بتتكلم عن أحد المبادرات الهامة في مجال العمل واللي بتستهدف تحديدا فئة الفتيات والسيدات اللي لا يستطيعوا الخروج للعمل في الظروف التقليدية، ولكن يمكنهم العمل من داخل المنزل، وده من خلال مبادرة كوني أفضل لتعليم التسويق الإلكتروني، وده طبعا لتسويق أفكارهم، وده بدون أيضا أي تكاليف مادية. الحقيقة طبعا هذه المبادرة مبادرة يعني طيبة جدا، وبتشجع العديد من الفتيات اللي الظروف مش بتسمح لهم ان هم يشتغلوا ان هم يقدروا ينتجوا من خلال هذه المبادره كوني افضل. هنتعرف اكتر على تفاصيل هذه المبادره وشروط ايضا الالتحاق بيها وازاي بتحقق اهدافها من خلال مواقع تحديدا التواصل الاجتماعي، مع ضيفتنا اللي مشرفانا في الاستوديو الاستاذه رشا درويش خبيره في مجال التسويق الالكتروني. استاذه رشا صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. يعني استاذه رشا، كلمينا في البدايه عن فكرة هذه المبادرة وإزاي يعني خطرت في بالك هذه الفكرة مبادرة كوني أفضل. أولا أنا عملت المبادرة لسه جديدة، تمام. لقيت أن أغلب الكورسات دلوقتي بقت لود كتير على الناس أن هي تاخد كورس وتتعلم شوية، ففكرت أن أنا أعمل الفكرة، لأن أنا كنت في يوم من الأيام زي أي واحدة خلصت جامعتها وقعدت في البيت، فأخدت كورسات من فترة كبيرة فقعدت اتعلم فيها لغايه ما بدات ان انا اشتغل. فحاولت ان انا اعمل حاجه للبنات اوفرها لهم، تتاح لهم ان هم يتعلموا التسويق وفي نفس الوقت يدخلهم انكم ليهم شهري في البيت ويساعدهم على الحياه شويه. ففكرت في عمل مبادره مجانا، تمام، بمقابل دعوه لمامتي، صدقه جاريه على روح بابايا الله يرحمه. بس عملتها ولسه بجمع البنات فيها. طب الشروط او ازاي البنات يقدروا يلتحقوا بهذه المبادره، ايه المطلوب فيهم علشان يكونوا مع كل واحده المبادرة؟ بتدخل على جروب كوني افضل تعليم الماركتنج، بتكتب في السيرش في الفيسبوك بيطلع لها، بتعمل انضمام للمجموعه فقط. بس يكونوا بنات، الشرط الوحيد بنات، لان انا عاملاها بنات مش ولاد. ففي ناس بتدخل ولاد، فاحنا كده كده هنصفصف كل الناس اللي معانا، هنخلي البنات فقط. طب ايه يعني المؤهلات اللي المفترض ان هم يكونوا حاصلين عليها علشان يقدروا يبقوا معاكي في المبادره دي؟ يعني من اول دبلوم، لان في حاجات للناس اللي هي يعني متوسطين في التعليم شويه يقدروا يتعلموا فيها ويشتغلوا، والناس اللي هي مؤهلات عاليه تقدروا يشتغلوا في الحاجات الطب شويه. يعني تعليم التسويق الالكتروني من خلال مبادره كوني افضل يعني في مستويات، مش بس بيعتمد على المؤهلات العليا. تمام. من اول المتوسط لغايه المؤهلات العليا. ايه اللي بتعلموه بقى في المبادره دي؟ بصي، هو في اقسام كتير جدا في المبادره. اولهم ازاي هم يعرفوا يسوقوا المنتج اللي هيشتغلوا عليه، هيعرفوا ازاي الاساسيات بتاعته. تاني حاجه ازاي الناس اللي هتتخصص هتعمل كونتنت للويب سايت او كونتنت للسوشيال ميديا، تمام. في قسم تاني ان هو كيورد ريسيرش للكلاينت اللي هيشتغلوا عليه في الويب سايت او في السوشيال ميديا، برضه يتارجتوه ازاي ويطلعوه ازاي والتولز اللي احنا بنستخدمها. في تصميم مواقع، دي صعبه شويه، دي المرحله الاخيره طبعا للناس اللي هتدخل فيها. في قبلها تصميم مدونات، هيتعلموا ازاي يصمموا بلوج عاديه ويقدروا يحطوا شغلهم عليه ويسوقوا منه حتى. طيب يعني في نهاية التدريب ده أو المبادرة دي بيحصلوا على شهادات معينة؟ بصي، هو أنا مش يعني مش هقدر أديهم حاجة، لأن أنا مش أكاديمية أو كورسات، لا، إحنا أنا بأهلهم إن هم يقفوا على الطريق الصح في التسويق الإلكتروني أو التسويق الرقمي، ويبدأوا يشتغلوا من بيتهم، وهجمع الناس اللي هتتعلم معايا هيشتغلوا معايا إن شاء الله. طب ايه الفرق بين اللي بتقدميه، التدريب اللي بتقدميه من خلال المبادره دي، وبين اللي بيقدموا يعني مواقع مختلفه على الانترنت؟ المواقع المختلفه هي بتقدم نفس الماتيريال بتاعت الكورس اللي احنا هناخده، بس هم كورسات باجر مدفوع وفي نفس الوقت بياخدوا شهاده، بس الشهاده يعني مش مقياس للتعليم.
تمام. اما في معانا في الكورس هياخدوا الماتيريال كويس وهيذاكروا عليه وهيطبقوا عملي، كل ده فور فري. طيب يعني تجربتك بقى وخلاص بدأتي بالفعل ان انت تشتغلي على المبادرة ويعني طرحتيها واطلقتيها وفي ناس ابتدت تتجاوب معاكي، تمام. يعني ازاي شايفة التجاوب ده يعني المؤهلات او اكتر المشاركين لا ايه؟ هم اغلبهم مؤهلات عليا، جامعات مخلصين وهيموتوا يشتغلوا في زراعة. ومجالات دراستهم اصلا كانت ايه؟ في ناس شغالين اعلام، في ناس مش شغالين اي كوميرس، وفي ناس هندسة، وفي ناس تربية، يعني مجالات مختلفة، وفي ناس معهد متوسط، معهد سنتين. فاحنا هنضم كل دوت، وكده كده كل واحد هيتخصص في القسم اللي احنا هنقول عليه التكنيكال اللي هيقول عليه انا هتخصص فيه. يعني هما بيقدروا من البداية يحددوا هما عايزين أنهي تخصص بالظبط معاكي في المبادرة. تمام. احنا هنشرح كل قسم في المبادرة، هنقول عناوين، والناس اللي هتقدر تشتغل في القسم اللي هي حباه هيختاروه، وبناء على كده هيتوظفوا عليه على طول. طب ايه اكتر المجالات معاكي في المبادرة اللي عليها اقبال ان هما يتعلموها اكتر؟ مجال السوشيال ميديا كله عايز يتعلمه، ازاي يعمل ادارة للسوشيال ميديا، ازاي تعملي اعلانات للسوشيال ميديا سواء الفيسبوك او تويتر او انستجرام. تمام. اكتر حاجة دي بس. فمجال السوشيال ميديا قلب دماغ الناس خالص يعني. هما من خلال المبادرة دي بيتعلموا بعد كده ان هما التسويق الالكتروني مش لمنتج خاص بيهم بس، ممكن لأي منتج تاني يعملوا تسويق الكتروني. لأي منتج تاني خالص يعني، ممكن أي كلاينتس يجي عايز يسوق منتجه، هما ياخدوه ويسوقوا له المنتج، أو واحدة من الناس بتعمل منتج لنفسها تقدر تسوقه. طب ازاي تكون الحملات دي وشغلهم بالفعل يعني بيحقق نجاح؟ ازاي ان هم يوصلوا لتنظيم حملات اعلانيه لمنتجات مختلفه بس بشكل ناجح يفرق عن بقيه المواقع التانيه؟ يعني هو احنا الاول، انت لما بتيجي تعملي حمله بتدرسي المنافس الاول شغله عامل ازاي، والبيدج بتاعته عامله ازاي، والبوستات بتاعته، فبتشوفي الاستهداف بتاعه، وبتحددي الاستهداف اللي انت هتشتغلي عليه، والناس اللي هتقدمي لهم المنتج ده فين، وبناء عليه بتعملي كامبين وبتارجتيه وبتشتغلي عليه. طيب ده ازاي بقى على مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت بتتكلمي انه الاقبال عليها اكتر ان هم يتعلموها؟ على دلوقتي حاليا انت لو دخلتي على الفيسبوك بتلاقي فيه اعلانات محطوطه على الجنب اليمين، بتعملي لها لايك او بتشوفي البوست عباره عن ايه او الفيديو وبتتعدي، صح؟ هو النقطه دي ان هم بيشوفوا المنتج اللي هم هيدرسوه لاي كلاينت معانا، هياخدوا المنتج وهيدرسوه، بعد كده يعملوا له كامبين، بيدخلوا في اعدادات في الفيسبوك مثلا، وبيعملوا الاعداد الكامبين من جوه. ازاي بيعملوا؟ انا بشرح لهم تفصيليا ايه الخطوات، ايه الاستهداف اللي احنا هنستهدفه، الفئه العمريه، الوقت بالظبط، وقت الذروه، وقت الاسترخاء شويه، ممكن ما ننزلش البوست فيه وما يعملش بوست كويس، وفي نفس الوقت بقول لهم المكان بيختاروه ازاي. بعد كده بتشوفي الناس اللي هي انترست بالموضوع بتختاريها منهم. بعد كده بتارجتي الحمله، يعني الحمله بتبدا تسحب معاكي وتشتغل، فهم بيشوفوا الحملات دي ما بينها وبين اي حمله تانية، ويشوفوا ايه الحمله اللي نجحت ويكرروها بعد كده. طيب طبعا يعني علشان تتكلمي عن مبادره وعمل وتسويق الكتروني اكيد العائد المادي يعني بيكون التفكير فيه هو اللي بيجذب اكتر لهذه أكيد المبادره. طبعا. لما بتتكلمي مع الفتيات اللي بيقبلوا على هذه المبادره بتقول لهم ايه عن العائد المادي؟ هو انا بقول لهم ان مفيش عائد ثابت، العائد كله متغير، مش طالع نازل، فهو حسب كل واحدة وشطارتها. في ناس ممكن تشتغل لكلاينت واحد، في واحدة ممكن تشتغل لأربع بروجكت، مش يعني عندها أكتف شوية، فهي وشطارتها، كل واحدة في الموضوع ده هي وشطارته. في تاسك بتستلمه، والتاسك ده أول ما بتعمل انتهاء فيه خلاص أوكي تستلم التاسك اللي بعده. طيب ساعات العمل المتوقعة يعني هي طبعا بتستهدف الفتيات اللي ما لهمش شغل التقليدي اللي بيخرجوا للعمل عموما اللي هم اللي بيكونوا في المنزل، ده شغل من خلال وجودهم في البيت، يعني ساعات العمل او يومهم هيمشي ازاي يعني بما يراعي طبعا ظروف الاسره او الظروف اللي منعتهم اصلا ان هم يخرجوا للعمل التقليدي يعني. ساعات العمل هنا بتكون بارادتنا احنا، بنحدد الوقت اللي احنا هنشتغل فيه، الوقت اللي انا فاضيه فيه هنجز فيه التاسك اللي معايا. تمام. في وقت ان انا مش هقدر اعمل فيه، فببقى فيه
مش شغاله، خلصت بسلم التاسك اللي انا خلصته وبكده بنتهي منه. انما كوقت معين لا، في شركات، بعض الشركات بتشتغل مع ناس فريلانس من وقت مثلا من 8 الصبح ل 5 حسب الاوفر اللي هيجي لها في العرض في الشغل، فكله مش ثابت. طيب لما طرحتي المبادرة دي يعني هل لقيتي دعم من أي جهة أو يعني أي مكان إن هو يتبنى معاكي المبادرة ويكون ليها أي نوع من أنواع الدعم؟ هي كل الأوفر اللي جات لي إن ناس عايزين ياخدوا فكرة المبادرة وإن إحنا نقدمها في مركز تعليمي بس بتكلفة يعني مش عالية، بس أنا رفضت إن أنا أعمل كده لأن أنا عاملة المبادرة فور فري فعلا من غير أي حاجة، ومش عايزة أبقى لود على أي بنت إن هي عايزة تتعلم أو تشتغل أو تحقق ذاتها، ففي الظروف اللي إحنا فيها دي صعب شوية، فبحاول إن أنا أسهل لهم الدنيا وإن هم يلاقوا فرصة كويسة يتعلموا ويشتغلوا من بيتهم. إزاي هيتم التواصل معاكي والتدريب لهؤلاء الفتيات؟ الناس اللي هتدخل على مبادرة كوني أفضل لتعليم الماركتينج هتعمل دخول في الجروب وكده هم اوريدي معايا في التعليم. خطتك ايه بقى للمبادره في الايام الجايه؟ ايه اللي انت عايز تحققيه من خلالها؟ حققي نفسي الشركه بتاعتي تكبر، اللي هي الشركه اللي هي البنات اللي هتبقى معايا تكبر، ونمسك الوطن العربي كله في مجال السوشيال ميديا او مجال الاس اي او او مجال الماركتنج عامه، والناس اللي معايا تبقى مستواها راقي شويه وفاهمين كويس ومحققين نتائج كويسه. طيب تقولي ايه للبنات اللي انت هتختاريهم بالفعل، يستعدوا ازاي عشان التدريب؟ كل واحده هتقعد تذاكر معايا من A to Z، يعني في كورس هياخدوه هيذاكروه هيطبقوه، كل واحده المفروض تحقق فيه تارجت معين، تقولي مثلا تستلم بروجكت وتقولي انا خلصته وانتهت فيه وجابت اكسلنت، دي هتنضم معايا مباشره للشركه وتشتغل من اول على طول، يعني مش لازم تاخد فتره تدريب شهور، لا هتشتغل اوريدي على طول. طب هي المفروض ان فتره التدريب اصلا تكون قد ايه؟ يعني في شركات بتدي تدريب من شهر لثلاث شهور. تمام بس بيبقى بدون عائد، انما احنا معانا ان شاء الله ناس اللي هتتدرب وهتتعلم كويس هتشتغل على طول. يعني بعد وقت قد ايه تقريبا؟ بعد انتهاء الكورس. اللي هو مدته قد ايه؟ مدته قد ايه حسب شطاره البنات. لا بيعتمد على كل حاله يعني. فبعد انتهاء الكورس بتاعهم هم هيشتغلوا معايا اوريدي على طول الناس اللي هتبقى الطب فيهم. يعني احنا نتمنى طبعا نجاح هذه المبادره كوني افضل. الحقيقه الاسم كمان، يعني اخترتي الاسم ازاي؟ يعني هو انا كنت بخاطب بنت فما فيش حاجه غير ان انا اخاطب البنت واقول لها كوني وافضل ان هي تكون افضل في احسن حال، يعني كل واحده همها ان هي امل ليها ان هي تبقى افضل في كل حاجه في حياتها، فهو بناء على كده جه كوني افضل. هي الاسم جميل، بنحييكي عليه وبنتمنى بالفعل ان هو يحقق للفتيات اللي هيشتركوا في هذه المبادره حياه ومستقبل افضل، يعني في ظل طبعا الظروف اللي اكيد منعتهم ان هم يشتركوا في العمل بشكل تقليدي. بنشكر حضرتك جدا استاذه رشا درويش، خبيره في مجال التسويق الالكتروني، شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا بكده انتهت حواراتنا لهذا الصباح، وغدا في 8 صباحا بيتجدد اللقاء وحوارات جديدة وأخبار جديدة وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.